الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن تحدثنا سابقا في سبب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وعرفنا أن الشيطان يضلهم، واليوم نتم هذه الحلقة بما يرتبط بالحلقة السابقة في قوله تعالى بأن المنافقين لا يريدون حكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، إلى آخر الآيات. إذا قيل لهم، المراد بهم المنافقون، لأن المؤمنين، ذكرت أنا في الحلقة أظن الماضية قوله تعالى: ما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يكون المؤمن والمؤمنة إلا أن يعودوا إلى حكم الله أبدا، لا يرضون بغير حكم الله. أما المنافق إذا قيل له تعالى إلى ما أنزل الله في القرآن، احتكم إلى القرآن يا أخي، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بلغنا القرآن وفسره بسنته القولية والعملية، وإلى الرسول تعالوا إلى الرسول ليحكم بينكم بحكم الله تبارك وتعالى، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصد في لغة العرب الإعراض والابتعاد، يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا، لا يريدون حكم الله. هنا أود أن أعلق تعليقا بسيطا: لماذا أشخاص ويزعمون أو يظنون أنفسهم أنهم زعماء ومن الناس النابغين في المجتمع لا يريدون حكم الله والرسول؟ لأنهم لا يستطيعون بحكم الله ورسوله أن يتسلطوا على أموال الناس وعلى أعراضهم، فمن أجل هذا لا يريدون أن تضيقوا عليهم بحكم الله. حتى أن بعضهم في بعض الدول ويزعمون أنهم مؤمنون يصرحون بأنه ما في حرية، دستور الذي وضع ليس فيه حرية. ماذا يقصدون بالحرية؟ يعني ينبغي أن يكون الإنسان حرا في أن يشرب الخمر، حرا في أن يزني، هذه الحرية التي تريدونها؟ القرآن ما منعكم من أن ترتكبوا أمورا سرية بينكم وبين أنفسكم إلى جهنم وبئس المصير، ولكن أن ينتشر هذا في المجتمع؟ لا. في الحكم الإسلامي يجوز للذمي أن يشرب الخمر، ولكن لا يشربه في الشارع ويعربد على الناس، يشرب في بيته في كنيسته يفعل ما يشاء. يعتقد أن الخمر عنده مباح يفعل ما يشاء، ولكن المؤمن إذا كان يعتقد أنه مؤمن ثم يريد أن تطلق حريته وتعطيه نصا في شرب الخمر، لا أبدا. يشرب الخمر يكون مذنب، ولكن يشرب الخمر علنا ليفسد المجتمع، يزني علنا، هذا لا يبيحه الإسلام. فهذا ما يعتبره المنافقون أنه تحديد لحرياتهم. الحرية الشخصية في الإسلام مصونة، ولكن ضمن قيود اجتماعية، لا على أن تهتك سياج المجتمع وينخرط الناس بالفساد وتترك له أبوابا للرذيلة والطغيان. ولذلك أنا أعتبر أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم ضايقتهم الشدة أو أسلمت النظام أو أسلمت الدساتير ضايقتهم، لماذا ضايقتهم؟ لأنهم يريدون أن يكونوا على الوضع السابق، أن ينفلتوا وراء أهوائهم ومصالحهم، أن يتسلطوا ويفسدوا في الأرض فيأخذوا أموال الناس بالباطل ويتسلطوا على أعراضهم وعلى أموالهم، فلا يريدون هذا النظام الذي يحد من صلاحياتهم في التعدي ولا يحد من صلاحياتهم الشخصية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما بده الحكم الله،
ولم الدنيا صاعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب التحاكم إلى غير الله، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، عندما يحتكمون إلى غير شرع الله فيفسد الاقتصاد، فعندما يحاسبون يقول لك والله نحن أردنا المصلحة العامة، أي مصلحة في الخروج عن أمر الله؟ الله وضع حدودا حتى لا يتحقق الفساد الاقتصادي في المجتمع، حتى الفساد الفردي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما فشت الفاحشة أي الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وقد أثبت العلم، وهذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، أثبت العلم الطبي طبعا التجريبي، أن الزنا هو سبب رئيسي لانتقال الأوبئة والأمراض الجنسية، حتى وصلت البشرية إلى مرض نقص المناعة الذي يتحيرون في التخلص منه وهو يستشري فيهم. فالمنافقون عندما تصيبهم مثل هذه المصيبة، لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، إيه والله نحن أصلنا يعني الحرية والتقدمية، أين تقدمية؟ تقدمية تريد أن تقع بالخطأ، أقع كما تريد، ولكن لا تقع المؤمنين والمؤمنات في ذلك وتطلب غير أمر الله وغير حكمه. اطلب مصلحتك لنفسك، فإن تركت مصلحتك فجزاؤك في الدنيا قبل الآخرة. إذن عندما يقعون في مصيبة يعتذرون بأننا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لذلك قال الله تعالى تبارك وتعالى فيهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم ما يستكن في قلوبهم. ماذا يستكن في قلوبهم؟ لا يريدون حكم الله. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى مصالحهم وأهوائهم وشهواتهم من حساب المجتمع الإسلامي ومن حساب المؤمنين والمؤمنات. وبعض المؤمنين والمؤمنات لجهلهم في دينهم لا ينتبهون إلى هذا، يظنون أنهم يدعونهم إلى تقدمية أو إلى حضارة، أي حضارة تكون في تسلط الإنسان على الإنسان من وراء الأهواء والشهوات. ولذلك قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وجههم وبين لهم الحق وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم قولا يردعهم ويكشف حقيقة نفاقهم ويصل إلى ويبلغ قرارة نفوسهم وقلوبهم، عساهم يهتدوا ويتوبوا. والحمد لله رب العالمين.